حرب ضروس تشنها وزارة الداخلية على المخدرات اللي تجي في أشكال ومنتجات غير متوقعة، صارت المملكة وفق تقارير أجنبية مستهدفة من تجار المخدرات. شحنة من فاكهة الرمان تخفي 12.7 مليون حبة من الإنفيتامين، وجهود المملكة ضيقت على التهريب الخارجي، لكن للأسف ازدهرت آفة أخرى وهي الشبو. المادة رخيصة الثمن وسهلة الصناعة لتهدد الأسر وتستهدف المراهقين. هذه الصورة نشرتها شرطة أوريغون بالولايات المتحدة وتلخص خطورة الشبو، والصور تظهر الناس قبل وبعد إدمان الشبو. وزارة الداخلية نفذت حملة بالمرصاد من أسبوع لما تزال مستمرة، والحملة في مدن المملكة كافة ووصلت ذروتها بتغريدة وزير الداخلية. إعلان رسمي باستمرار وتفاقم الحملات على المخدرات حتى تطهير البلد من خطرها، والحملة بمشاركة أجهزة حكومية مختلفة والتشديد في العقوبات يصل المترددين على أماكن انتشار المخدرات حتى ولو ما تعاطوها، حسب ما أعلنت النيابة العامة.